بلاحظ دائما وابدا كل ما ربنا يكرمنا والدنيا تمشي بشكل جيد ونجاحات وبطولات والناس تبقى عارفه ان الاهلي رايح في المشوار الصح في السكه الصح، ممكن بتتعثر بتعادل بتعادلين، لكن هناك خفافيش الظلام اللي مستنيه عشان توقع توقف تحد من هذه النجاحات. كابتن شوبير، النادي الاهلي عهده بالبطولات وعهده بالمنافسات اللي بيدخلها ان هو بطل، نعم، الى ان يحدث استثناء او العكس. فده لحلين، جزء منه في جمهورك وجزء منه للناس اللي بتحبك، فاللي هي دايما بترى بعين انت عودتهم عليه، نعم، ان انت الاحسن، انت الافضل، انت المختلف، انت اللي البعض عنده لما بيحقق لقب او بيحقق حاجه بيبقى بالنسبه له ده يعني بطوله العمر، انت طول الوقت ما بتشبعش وما بتكتفيش. فعندنا هنا جزء لما بيحصل التعثر وبيحصل الاخفاق اكيد بيبقى ده مش متوقع من الاهلي، وحضرتك كمان اتكلمت واتكلمت فني واتكلمت وانتقدت، ولكن هو ده دايما اللي بقوله، هو احنا واصلين لحد فين او رؤيتنا لحد فين؟ لو بنتكلم هنا جماهيريا او بنتكلم على مستوى منظومه النادي الاهلي بكل اطرافها، يعني جمهور واداره واعلام ولاعبين، انت في النهايه عندك اهداف جايه. احنا شفنا بعد الاخفاق في السوبر الافريقي ازاي كان لازم تقف على رجليك، لان انت رايح لتحديات قويه. نعم، انت ما عندكش رفاهيه الاستسلام للاخفاق، نعم، ودي جمله كابتن شوبير عايز اقف عندها وبقولها لجمهورنا، احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نقع في فخ الطاقه السلبيه اللي تتصدر للي جاي. حلو. انت عندك واقع دلوقتي، عندك سكواد معين، عندك مدير فني معين، كلنا شايفين بعض الامور، كلنا شايفين في بعض الامور الفنيه اللي غير راضيين عنها، كلنا عايزين اضافات، كل الكلام ده ما فيهوش مشكله، ولكن انت رايح لمباراه في افريقيا مع اورلاندو بره، انت رايح لكاس التحدي، بطوله احنا كنا بنتكلم ازاي اللي احنا حسيناه لما حققنا بطوله الثلاث قارات، انت رايح تلاعب فرق في مستوى تاني، فده مهم جدا ان احنا نكون بنوفر الاجواء المناسبه ليه. على الجانب الاخر انت عندك ناس طبيعي هتبقى عايزه تضخم اخفاقك، طبيعي هتبقى عايزه تقف عند ان انت تعثرت في مباراه او تعثرت في مشكله او عندك سلبيات، وهنا ما بتكلمش من المنتمين للنادي الاهلي بقدر ما انا بتكلم على جزء منه اعلام، جزء منه جمهور بيصدر لك الضغوط، وشفنا في مشكله امام عاشور كان ازاي التعامل معاه من خارج النادي الاهلي. نعم. فانت لازم تكون فاطن لده كويس جدا، ولازم تفهم ان في فرق ما بين اللي بينقدك وهو بيحبك وانت عارف نقده في حدود ايه ورايحه لفين وعارف اهدافه ايه وبتثق فيها، وفي فرق ما بين اللي انت عارف ان هو ليه مصلحه ان هو ما يشوفكش كويس. نعم. فاوعى تدي ودنك للي مش عايز يشوفك كويس، نعم. لان تاكد لو نصيحته صادقه كان بقى طول الوقت رايه معاك غير كده، هو اصلا مش عايزك تبقى كويس، مش عايزك تنجح. فانا اتمنى ان احنا ما نوقعش في فخ ان احنا ننسى ان عندنا بطوله التحدي وعندنا ماتش زي اورلاندو بره صعب. طيب، الكلام اللي قاله فارس مهم قوي يا اسامه، واخد منه هو جاب لي سيره امام عاشور، وانا في الانترو او المقدمه قلت مشكله كهربا كانت في الغرف المغلقه بالظبط، عكس مشاكل كانت على المشاع وامام العالم اجمع، كل واحد حر في تصرفه. قلت اللي عايز يدي وسام يدي وسام، اللي عايز يدي نشان يدي نشان، لكن احنا في النادي الاهلي هنا لانها اداره تقوم على المبادئ وعلى القيم وعلى الاحترام وعلى الانضباط، هي التي اعلنت عن مشكله كهربا والعقوبه والغرامه، وهي التي اعلنت عن امام عاشور والعقوبه والغرامه. هل ده الاسلوب الامثل اللي انت شايفه صح؟ هل الاهلي دائما وابدا بيدي الدرس، ولا شايف انه دي مثاليات المفروض ما تبقاش موجوده في الوقت الحالي؟ لا طبعا، لا طبعا، احنا بنحب النادي الاهلي عشان هذه المواقف. نعم، احنا بنحب النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. احنا كل موسم يا كابتن عندنا بطولات، لكن الحاجه اللي بتاثر جدا مع المشجع ومع المنتمي للنادي الاهلي هي المواقف اللي زي دي اللي النادي الاهلي بيتخذها ولا يجرؤ، من وجهه نظري على مدار التاريخ، ان نادي يتخذ موقف مشابه لمواقف النادي الاهلي. نعم. والنادي اللي عنده موقف واحد في تاريخه تربوي وفضل القيم او مبادئ على بطوله او مباراه يتفضل يعلن لنا اي موقف. نعم. وده تحدي واضح يعني. فانا مشكلتي ايه بقى؟ مشكلتي ان انا لما اجي اتناول ده اعلاميا بحط معايير النادي الاهلي فقط لا غير، واحطها على رقبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بمعنى النادي الاهلي نادي بيطبق المبادئ ومواقف تاريخيه عبر الاجيال. صحيح. جه لاعب اخطا، انا عاقبته. انت كاعلامي في قناه محايده او اعلامي غير منتمي للنادي الاهلي، المفترض لو انت هتتناول الامر ده بمعايير النادي الاهلي يبقى لما يجي نادي تاني تحصل فيه الاخطاء تتناولها. بمعنى ما شفناش غلطه امام عاشور ومسكنا امام عاشور تقريبا ماتيريال او محتوى لخمس ايام على المواقع، البعض كمان حط
وهي مغالطه، يعني مغالطه رجل قش، حط كمان على لسان النادي الاهلي عقوبه وهي التدريب المنفرد، وبدا يقول لك ده انت كده كمان شلت عنه العقوبه التدريب المنفرد برغم ان البيان واضح جدا. مليون جنيه، مليون جنيه تغريم امام عاشور. طيب هل يا جماعه، ما انا اسف جدا، نجوم الفرق الثانيه انتوا شايفينها اقل نجوميه من نجوم النادي الاهلي؟ اه، لان انا لما يطلع عندي كابتن فريق اخر ويقول الواحد مننا ب 20 وما تقفش عند التصريح ده خالص، ولا تطلع تتكلم ولا تنتقد ولا تقول ان ده ممكن يغذي او يزكي روح التعصب، وتيجي عند امام اللي الراجل اللي بيقول انا شايف في النادي الاهلي اللي ما شفتوش في حته ثانيه، انا من حقي كاعلام اهلاوي، من حقي كناس مسؤولين عن النادي الاهلي اقول للامام مش عايزين نعمل دي، من حق انا، لكن مش من حقك انت كاعلامي اخر ما بتطبقش ده على لاعب اخر او نجم اخر في نادي اخر تيجي تطالبني ان انا اطبق ده عندي. باختصار يا كابتن، انا ومشجعي النادي الاهلي ادى على ابني واقرا اللي يقول امين، لان انا قلبي على ابني ده، لان ده سلاحي اللي انا بحارب بيه وده اللي بيحقق البطولات، فانا عايز اقومه، التاني عايز يكسره مش عايز يقومه. طب انت بتستخدم ده مع نجوم اخرين؟ لا. طب ازاي بتتكلموا عنهم وتقولوا اساطير وهو طالع يقول الواحد ب 20؟ لا يا جماعه، لازم نقول ان نجوميه امام عاشور ونجوميه اي لاعب في النادي الاهلي تفوق اي لاعب اخر، وعشان كده انت واخدها من التاريخ. هل عندي ازمه بس يا كابتن؟ تعقيب بسيط. انا واحنا بنتكلم كده عن النادي الاهلي وثوابت النادي الاهلي وقدره النادي الاهلي على تقويم بعض لاعبيه، لان احنا في النهايه بنقول ايه؟ احنا مش مدينه فاضله، ولكن احنا المدينه الافضل رياضيا. احنا المدينه الافضل، فلما اجي اقوم لاعب عندي لا يصح ولا يليق على الاطلاق اي مسؤول في اي نادي اخر او اي متحدث رسمي عن اي نادي اخر يطلع ويوجه رساله لمجلس اداره النادي الاهلي يعملوا ايه وما يعملوش ايه؟ وماله؟ طب ما تحاول انت تعمل. فاكر الكلمه الشهيره بتاعتي؟ اه والله يا كابتن استدعيتها. قصتك انت خالص، مش حددتك انت خالص. انت مالك انت؟ مش قصتك انت خالص، مش حددتك انت خالص. بلاش نكمل عشان فطالع انت بتقول ان اللاعب بيلقح. طب ده في النهايه ده لاعب، لكن انت المفترض لما تكون متحدث رسمي تورينا او تنقل لنا صوره تليق باسم النادي اللي انت متحدث رسمي عنه. ده رقم واحد، بس ده شان يخصك انت، ممكن بتوصل الرساله الصح، لكن الرساله الغلط والتي لا تليق على الاطلاق ان انت تروح لسكه ان انت بتنصح اداره النادي الاهلي. انت بتنصح اداره النادي الاهلي تعمل ايه وما تعملش ايه؟ هل اداره النادي الاهلي دخلت اي نادي في ازمه امام عاشور؟ على الاطلاق. هم مالهم برضه؟ ده الموضوع بتاعنا. لا ما هو كابتن شوبير، ما انا هم مالهم برضه؟ عندي حاجه ده يا فارس يا اسامه، ده الموضوع داخلي، موضوع ما حدش يعرفه، موضوع لا حد يعرف موضوع كهرباء الا لما لقيناه راكب الطياره. ده انا كنت في الاذاعه الصبح وما اعرفش. صحيح. راكب الطياره ورجع. صح. وامام لما لقينا اعلام من النادي الاهلي بالخبر يعني. طب ما نتكلم في حاجه بصراحه. نتكلم بصراحه. الناس بتيجي تتكلم وتحديدا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تناول الشان الاهلاوي للشان الزملكاوي، او انت تعقيبك على امور، مع ان انت ما اقحمتش الزمالك كطرف في الموضوع وازمه امام عاشور خالص، انما انا عندي سؤال هنا. اذا كان ده قناه فئويه وانت طبيعي كقناه فئويه بتتكلم في قضايا وبتتكلم في امور وبترد على ناديك، ما بال حضرتك في اعلام غير فئوي؟ ان انا اجي قبل كده اهدد لاعب زي كهربا على الهوا، كهربا تهدد على الهوا ان الجمهور ممكن يعمل فيك كذا، وخد بالك يا كهربا كذا، وضيوف بيجوا مخصوص في قناه غير فئويه عشان يتكلموا عن النادي الاهلي، ثم اجي الاقي اليوم ده صفحه قناه نادي، بما اننا بنتكلم على القنوات اهو، الاقي صفحه قناه نادي منزله صوره للاعب عندهم وبتقول ملتزم، حقك. بس انا هنا بقى عايز اقف وقفه. إذا كنت أنت بترى في إمام عاشور اللي النادي الأهلي خد ضده القرارات الانضباطية دي إن هو غير ملتزم وبتسقط عليه، طب أنت أسقطت بمين؟ أسقطت بلاعب قدوة؟ ده أنت أسقطت بلاعب كان عنده وقعة في الإمارات خرج منها بعفو، أسقطت على لاعب عنده احتفال غير أخلاقي مع لعيب ولجنة الانضباط ما طلعتش عقوبة، أسقطت على لاعب في السعودية أشار إشارات خارجة، فهو ده الالتزام عندك؟ فهكذا هو يعرف نفسه للناس، أنا ده الملتزم اللي عندي. وانت بقى بتيجي تقول للناس انا اللي ما بيلتزمش عندي بعمل معاه كده، فهل ده يستوي بده يا كابتن شوبير؟ لا يستوي. بس خلاص. حلو، لا يستوي جدا. ايه رايك؟ جدا وعمرهم ما يستوي. طيب خلينا نروح على النادي الاهلي والمستوى الفني. انا شخصيا بعد مباراه العين يعني كانت الدنيا عيني مليانه. يعني كولر عادل هوي. كنا فرحانين فرح ما بعده فرح. ثم اتخضيت في ماتش الاتحاد رغم ان احنا ضيعنا جون كتير جدا. عاملين 25 محاوله في ماتش الاتحاد. ما انا بقول لك اتخضيت من كثره الفرص اللي ضيع، لكن بالتعادل والكره الوحيده اللي جت على الجون دخلت جون فينا. وغضبت في مباراه البنك الاهلي ان احنا فرطنا في نقطتين. هل هناك في تراجع بقى في الاداء؟ هل انا هنا
اقدر اقول لياقه بدنيه. اللياقه البدنيه كانت قدام العين مكسره الدنيا، اللياقه البدنيه قدام سيراميكا فريق قوي جدا وكسبين خمسه مكسرين الدنيا. هل ترى ان هناك تراجع في الاداء الفني؟ واذا كان في تراجع ايه اسبابه؟ انا عايز اقول ان اخطر شيء على النادي الاهلي هو انه يفقد جزء من هويه النادي الاهلي. انا مصر على كلمه هويه ليا يا كابتن، لان انا اعتدت من النادي الاهلي لو وقع في مباراه بيصالح جماهيره مباشرة في تاني مباراة وبيدوس على نفسه وبيطلع أقصى ما عنده. تمام. ودايما النادي الأهلي بيتميز بالروح القتالية. حلو. أنا مشكلتي في مباراة البنك قبل الفنيات إن أنا ما عنديش روح الفوز. ما استشعرتش إن لعيبة النادي الأهلي نازلة ترضي جماهيرها ونازلة أمام فريق. اللقاءات الأخيرة على مدار المواسم السابقة بتشهد ندية وبتشهد أخطاء تحكيمية وبتشهد أمور كثيرة جدا، فالمفترض إن أنا نازل أرض الملعب بشكل أفضل من كده، بشكل اقوى من كده. ده ما استشعرتوش على مدار 45 دقيقه. لا في التحامات الثنائيه بنفوز بيها نص ساعه الاخيره في المباراه، لا في التحامات الثنائيه بنفوز بيها، لا في رغبه عند اي لاعب، ما فيش حتى شغل بدني بيتعمل، ما فيش لعيبه هجوميه بترجع تساعد. الوضع كان صعب قوي. فده اللي يزعل. طب ده اسبابه ايه؟ اسبابه برضه جزء منها فني. الجزء منها فني ان كان لازم كولر حتى لو عنده من وجهه نظره بعض الغيابات وبعض النقص وبعض الاصابات، انت معاك ايضا قايمه تقدر تتغلب على البنك الاهلي. ده صحيح. ليه؟ لان انا اسف، البنك الاهلي في ثلاث مباريات حصل على نقطه واحده فقط لا غير. نعم. اتقدم على بيراميدز وعمل شوط هايل جدا على بيراميدز الشوط الاول. بيراميدز قدر يعمل عليه ريمونتادا ويفوز بنتيجه كبيره. الزمالك ومع مستوى الزمالك الفني اللي انا شايفه مش افضل من النادي الاهلي بالتاكيد، قدر ان هو يعني يصل للتعادل لولا ركله الجزاء بتاعت محمد عادل. فانت قادر ان انت تفوز على البنك، مش البنك الفريق المرعب اللي ممكن انا اجي اقول اصل انا غايب عندي مهاجم هو اللي زعل. دول 4 بونت في المفروض في الرصيد بتاعه. ما هي دي. نعم. والاربعه بونت ورا بعض. نعم. وبالتالي انا امل واتمنى ان الرساله تصل للاعبي النادي الاهلي وللجهاز الفني، لان مارسيل كولر عليه دور كبير جدا في اختيار التشكيل الامثل. في بعض الاوقات بيختار لعيبه بيكون غير موفق فيها، في بعض الاوقات ما بيمنحش لعيبه فرصه تستحقها. انا ممكن اسال ليه عمر كمال قاعد؟ انا مش قادر استوعب ليه عمر كمال ما بيكونش له دور اكبر من كده مع الفريق. انا شفت بيرسي تاو الحقيقه 0 في 70 دقيقه، ما قدرش يقدم اي حاجه. رضا سليم مع عمر كمال نزلوا اتحركنا شويه. طب انا ليه ما يكونش ده عندي بدري؟ ليه ما يكونش فرص عمر كمال افضل في الباك رايت في غياب محمد هاني، خاصه ان هو عنده قدرات هجوميه اعلى؟ ليه ما استخدمش عمر كمال ان هو انا اسف يهدد حسين في مركزه؟ حسين مش فايق النهارده، نزل عمر كمال يبقى في وينج عندي ليفت قادر ان هو يقول فيه منافسه على المركز ده. نعم. فالتنافس قادر يصنعه كولر، ولو كولر صنع التنافس مع اللاعبين هنشوف الحميه وهنشوف الروح. جميل. وهنشوف اداء النادي الاهلي. عندك اي تعليق على الاداء الفني قبل ما اطلع فاصل؟ سريعا يا كابتن شوبير، النادي الاهلي في الفترات الاخيره انا شايف ان هو جزء من الازمه احنا بنصدرها لنفسنا. فنيا في الملعب انا شايف ان احنا بنصنع لنفسنا ازمات. ربما انت عندك بعض النواقص، ربما انت عندك بعض التراجع لمستوى اللاعبين، ولكن انا عندي تحفظ ان انت كمان ما بتساعدش نفسك. ما هو كابتن شوبير ده طبيعي، لما انا عارف ان مش في حالتي بسهل على نفسي، لا انا حاسس ان احنا بنصعب على نفسنا. بنصعب على نفسنا في ان احنا عندنا ادوات ربما اسامه تصنع الفارق وتضيف لك وانت مجمدها. يعني رضا سليم. نعم. انا عندي مليون علامه استفهام. رضا سليم مستحيل مستحيل يكون مستواه اقل فنيا من بعض اللاعبين اللي بنشوفهم بياخدوا فرص كتير في الملعب. نعم. وان كان السبب بالنسبه لي هنا وانا بتكلم بمنطق، ان كان السبب ان هو غير مجتهد في التدريبات، فانا بشوف بعض اللاعبين في الملعب مستواهم في المباراه نفسها مش في التدريب. مفيش اجتهاد. طب ما بال حضرتك في التدريب، هل انا اقتنع ان سي على سبيل المثال بيرسي تاو بالاداء المتراجع اللي بيقدمه في الفتره الاخيره هو على كده اعلى من كده في التدريب؟ طب ازاي؟ طب ده مردوده في الملعب. هل عمر كمال مقصر في التدريب؟ عمر كمال بقى ده قصه اصلا لاعب مجتهد اساسا. عمر كمال حربته برضا سليم في حاجه ظاهره الناس ممكن تاخد بالها منها. أنا بيجي لي اللاعب في الفترات الأخيرة عنده شراسة، شراسة هجومية وثقة في الأداء وبيدخل بداية الفريق، ده عكس الطبيعي، المفروض اللاعب يدخل يتدرج. أيوه. ده رضا سليم أول ما خد إحنا بدأنا نقارن، إحنا ما شفناش حد بيروح بالكرة على الجون كده من أيام بركات. عمر كمان لما جاء قلنا يا ابني ده أنت اتأخرت عننا سنين. مظبوط. ثم تلاقي مع الوقت اللعيبة تفقد سماتها مش الفنية يا كابتن، سماتها الشخصية. وده خطير جدا. سماتها الشخصية قبل سماتها الفنية في الملعب. فأنا شايف إن إحنا محتاجين نساعد نفسنا بغض النظر عن النواقص اللي عندنا واللي أنا مقتنع بيها واللي شايف في الفترة الجاية في الانتقالات المقبلة لازم يكون في حل للنواقص دي، ولكن وفقا للوضع الحالي أنت كمان بتصدر أزمات إضافية لنفسك. خلينا نروح لفاصل.